طلابنا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في ماده علم المواد 2 محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم. في هذه الجزئيه هنتكلم عن الجزء الثالث من الشابتر الاولاني اللي هو بيتولى الوصف العام لشابتر رقم خمسه اللي اسمه السيراميك ماتيريال وشابتر رقم سته اللي اسمه الكروجن والوير اي التآكل الكيميائي والبري الميكانيكي. شابتر رقم خمسه هنعرف يعني ايه سيراميك ماتيريال وبعد ما نعرف يعني ايه سيراميك ماتيريال هنبدا بدايه جديده في الشابتر ده وهي الابلكيشن بتاعت السيراميك ماتيريال لان في الحقيقه السيراميك ماتيريال ما هيش متداوله كتير في معلومات الطالب في الهندسه لما سالنا على السيراميك ماتيريال هقول لك يعني القاعده الحمام البانيو الحوض وما شابه لا ده هنا لازم يعرف ان السيراميك ماتيريال كانجينيرنج ماتيريال لا دي ليها تطبيقات في كافه مناحي الحياه زي ما هنشوف بعد كده هنتكلم عن البروبرتيز بتاع السيراميك ماتيريال، ايه هي الخواص بتاعتها؟ بعد كده هنتكلم عن طرق تصنيع السيراميك ماتيريال، بعد كده هنتكلم عن عائلة من عائلات السيراميك ماتيريال اسمها ريفراكتوريز أو اسمها المواد الحرارية. أما شط رقم ستة اللي اسمه الكروجن والوير هنعرف يعني إيه كيميكال كروجن، هنتعرف يعني إيه على تآكل كيميائي نتعرف عليه، ونتعرف على إنه أنواع الخاصة منه لأن في أنواع خاصة منه. بعد كده هنبص نلاقي ان احنا هنتعرف على حاجه اسمها الالكتروكيميكال كروجن، لو لاحظنا نلاقي بس يا دوب ترم اسمه الكترو دخل على كيميكال كروجن اللي احنا اتعرفنا عليه قبل كده، يعني هنا بقى في حاجه اسمها تيار كهربي بدا يخش على الكيميكال كروجن، ايه هو الالكتروكيميكال كروجن؟ هنتعرف عليه. بعد كده من خلال الالكتروكيميكال كروجن هتقابلنا حاجه اسمها الالكتروكيميكال سيل يبقى لازم نعرفها. وايه هي التفاعلات اللي داخل الالكتروكيميكال سيل لابد ان احنا نتعرف عليها بعد كده هنعرف انواع الالكتروكيميكال كوروجن ايه هي انواع الكيميكال كوروجن او الالكتروكيميكال كوروجن بعد كده في طرق للحمايه من الالكتروكيميكال كوروجن هنعرفها برضه بالدراسه والتحليل لان ظاهره الكيميكال كوروجن او الالكتروكيميكال كوروجن قد تكون احد الظواهر التي تكلفنا ملايين الدولارات في العام الواحد بعد كده هنتعرف يعني ايه وير يعني ايه الوير اللي هو عباره عن البري الميكانيكي، يعني لما يكون في جزئين ميكانيكيين من آله معينه زي مثلا التروس لما تتحرك مع بعضيها، لابد انها بتاكل بتنح بتاكل في بعضيها، بتبري بعضيها، تمام؟ فايه هو الوير وايه انواعه؟ بعد كده هقابل حاجه اسمها الاروجن او النحر، وده في الغالب بنقابله لما يكون في سوائل بتسري داخل مواسير فيها منحنيات، بيحصل حاجه اسمها اروجن او نحر، بالظبط زي اللي بيحصل على شواطئ البحار نتيجة لتعاقب الأمواج على هذه الشواطئ الصخرية وما تشكله فيها من خطوط وتآكل وبري كما سنشوف بدراسة وتحليل في هذا الشابتر